التوحيد. الصلاة ما هي قيمة؟ لماذا الله يأمرنا أن نأتي مثلا 5 مرات نصلي باليوم؟ لأننا لننجح يجب أن نكون ملتزمون. صحيح. بدون كيف نكون ملتزمين؟ حينما نكون نأتي في وقت معين لنصلي تعلمنا الالتزام، والالتزام كما قال علم الاجتماع في الكرة الأرضية أن أبواب النجاح 1000، ولن تنجح حتى تدخل من الباب الأول، باب الالتزام. لذلك حينما نقول حي على الصلاة نقول بعدها حي على الفلاح النجاح. فإذا أردت أن تنجح تعلم الالتزام، ولكل أمة بابها في الالتزام. نحن شرعتنا تصلح منهاجنا، لنا شرعة ومنهاج، فهذه الشرعة الصلاة تعلمنا الالتزام لننجح في المنهاج.